السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الجديد في حلوياتي اللي غادي تكون حلوة بدون فرن او لبريستيج اللي غادي يكون على شكل سنيكرز. هنا عندي هذا القالب، هذا عندي الشوكولا اللي دوبتها، بالنسبة لي هنا ما مستخدمش قالة، فعنا البانسو وغادي نحطو بالملعقة هكا باش كيسهل علينا. هاد القالب هذا سهل في الخدمة نتاعو، لكن في الوقت هذا نتاع البرد كيخصنا ضروري اننا نردو البال مع يعني الشكلاط تيخصو يكون نخدمو به سخون، وفي نفس الوقت ممكن اننا نحطو في حمام مائي. فهنا كيفما شفتو معايا بسرعة يعني كيتخدم، وبسرعة يعني كينشف معانا الشكلاط، فخصنا نخدمو بسرعة. فانا هنا بدون اطاله غادي نخدم ونضرب، ومن بعد غادي نبقى كنعاود على الجوانب. فاذا شفت اي بلاصه ما عنديش فيها شكلاط او لا نازل، فكنحاول انني نعاود الجوانب نتاعنا كلهم. هنا بالنسبه للصاصه نتاع التوفي او لا مربى الحليب اللي غادي نديرو فيها كاس نتاع السكر اللي كيقيس 200 ملي، نص كاس من الماء، ملعقة كبيرة نتاع الزبدة، وعندنا الجزء الثاني اللي فيه كاس حليب بودر، وعندي كاس تاع السكر ونص كاس كذلك نتاع الماء عفوا. فهنا اول حاجة كنخلطو الجزء الثاني اللي هو فيه سكر وحليب البودر ونص كاس نتاع الماء. فهادو نجهزوهم ونخليوهم على جانب، هاد ثلاثة نتاع الاشياء. اذا ممكن بغيتو تديروا اي نوع كراميل عندكم او لا توفي جاهز. انا حبيت انني نشارك معكم هاد الصلصه هادي نتاع الكراميل اللي كتجي فعلا رائعه. هنا عندي المقلات اللي وضعت فيها او الطنجره اللي سنوضع فيها السكر، نخليه على نار هاديه حتى كيتكرمل بهذا الشكل. هذا ملي تيبدا تيذوب من الجوانب تنحاولوا اننا نخلطو وكنخليو عليه النار هادية تماما. بالنسبة فاش كيدوب راه كيبقاو بعض الحبات اللي هما ما تيدوبوش مزيان، فكيخصنا ضروري اننا قبل ما نضيفو الزبدة تنضيفو حتى نحركو مزيان مزيان مزيان، وكنحسو كاع هدوك القطع تاع السكر او الحبيبات تاع السكر دابو كلهم معانا. هذيك الساعات عاد فاش يعني ممكن اننا نضيفو الزبده. فهنا غادي نضيف واحد الملعقه نتاع الزبده، هنا النار دائما تتبقى عندنا يعني ناقصه على الاخير هكا باش ما كيتحرقش معانا هاد السكر او كيزيد يتكرمل ويولي عندنا اللون تاعو يعني غامق ويجينا فيه المروره. فغادي نحرك مزيان ونضيفو واحد نص كاس نتاع الماء اللي غادي يكون سخون. بالنسبه للجزء الاول كان فيه نص كاس نتاع الماء، والجزء الثاني كان فيه حتى هو نص كاس نتاع الماء. هنا كنضيفو نص كاس نتاع الماء اللي تيكون سخون مزيان كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. هذا تيولي عندنا يعني الكراميل تاعنا يعني قبط في راسو او لا تجمع، فكنبقاو غير بشويه بشويه معاه حتى كنفكوه، و يعني هنا ما نعليوش النار يكون احسن. فغادي نبقى نحرك بشويه بشويه حتى كيتطلق وكيدوب كيرجع للحاله نتاعو العاديه. هنا منين داب عندنا الكراميل تاعنا كامل فكيولي بهذا الشكل، هذا غادي نضيفو عليه المرحله الثانيه اللي كان فيها الحليب البودر وكذلك السكر، وعندنا نص كاس نتاع الماء. نص كاس نتاع الماء كان عادي بدرجه حراره المطبخ، فهنا غادي نضيفو ونبقاو تنحركو. ومن الاحسن اننا نخليو النار هكا شويه وسط، يعني ما نعليوهاش، لكن نحاولوا اننا نبقاو تنحركو واخا غادي يغلى عندنا بهذا الشكل. هذا ما نطفيوش عليه حتى كتزول هذيك الرغوه اللي كتشوفوا معنا من فوق، هذيك الساعات عاد كنزولوه. هنا انا غادي نوقف
ان شاء الله غادي نشارك معكم بوحديتو وغادي نشوفوه معايا بعد حتى ملي كيبرد غادي نستخدموه في هذه الوصفه هذه كيفاش كيكون. هنا بالنسبه لهذا الفويتين فانا ما بقاش عندي العادي، عندي هذا اللي بالشوكولا والفاني فهو اللي غادي نستخدم هنا، لانه الحلوان تاعنا انا درتها على شكل سنيكرز باش كتعطانا يعني حلوه بارده بدون اي فرن. فهنا كيف ما شفتوا معايا غادي نستخدم هاد الكريب دونتيل كيتباع في كارفور او ممكن اننا نجهزه في الدار او كيتباع جاهز. عندي كاوكاو وعندي الكراميل او التوفي وعندي هاد الكاوكاو اللي انا خديته وطحنته مزيان باش كيولي عندنا بهذا الشكل هذا اللي هو على شكل عقده، يعني ضروري اننا كنطحنو مزيان. هنا خديت 120 غرام نتاع شكلاط ابيض وكنديرو تقريبا واحد 3 الملاعق غير مملوءه من هاد الكاوكاو باش كيخفف لينا الحلاوه. اذا بغيتو يعني يكون عندكم هاد الحلوه هادي بالصابلي ممكن تخدموا الصابلي وكتحطوا هو يعني بدل هاد الطبقه هادي. سبق لي وخدمت معكم السنيكرز جوج المرات، يعني اخر مره كنت خدمته فغادي نترك لكم الرابط. بالنسبه لهاد الفويتين ان شاء الله غادي نخدمه معكم لاني انا كنت كنعتمد عليه كنجيبو من المغرب او كنشريه من كارفور ودابا حاليا نقص عليا فغادي نخدمه في الدار ان شاء الله ونشارك معكم في القناه. كيعطينا واحد القرمشه اللي كتكون كروستيون ويعني كتكون رائعه، وهاد الطبقه انا كنخدم بها بزاف في الحلوان تاعي، يعني كتجيني سهله وكذلك حتى المذاق تاعها ولا اروع. هنا كنصبقو كاوكاو اولا الفول السوداني اللي حمرته زودت ليه القشره وكنحاولوا اننا ما نحرقوهش. هنا غادي نحط يعني القياس اللي ممكن انه يملئ لينا هاد الحبه كامله. فبالنسبه لهاد الحلوه هادي السيدات اللي كيبيعوا يعني كيدير كوموند او بغاو يعرفوا الثمن ديال البيع فهاد الحلوه 22 حبه كتعطينا كيلو، يعني هادي ما كتخرجش بالنسبه الا اذا بغيتوا تخدموها، يعني ممكن يعني الناس اللي شافوا عندكم عجباتهم وبغيتوا تخدموها فهي ما كتعطيش واحد القيمه اللي هي كبيره، ممكن انكم تستخدموها يعني في المناسبات في الاعياد في الحفلات. فبالنسبه لهاد التوفي هذا انا يعني كيكون هو قابض في راسو ملي كنخليوه فسخنته اولا دفيته وعاد غادي ينزلو كما شفتو معايا كيبقى قابط مزيان. هنا وضعت الطبقة اللي ممكن انها تغطي ليا هكا الكاوكاو ولا الفول السوداني ومن بعد غادي نغلقو بهاد الطبقة هذه الأخيرة اللي هي تاع الشكلاط ومعاه الكاوكاو ومعاه كذلك الفويتين. فهنا يعني ثلاثة طبقات ما شاء الله يعني اللي هما رائعين وحتى في المذاق تاعهم كيجيو ولا أروع. فبالنسبة للسيدات اللي بغاو الثمن تاع البيع غادي نذكرو في آخر الفيديو وغادي نشوفو معايا الصور تاع سنيكرز اللي هو كان بصابلي و ماشي بهذا القالب يعني طبعا. فبالنسبه لهذا القالب انا عجبني وخديتهم من القوالب اللي هما اخر مره خديتهم مؤخرا، ان شاء الله غادي نخدم معكم باخر القوالب اللي خرجوا جداد، هذا ما خرج جديد لكن غير انا لقيته وخديته عجبني. فبالنسبه اللي انا من بعد منين كملت حطيت في المجمد ومن بعد غادي نديمو لها معاكم كتشوفوها كتجي رائعه، كتجي شي حاجه اللي هي ما شاء الله راقيه وكذلك همويه. بالنسبه اللي انا خدمت 20 حبه هاد الطبقه الاخيره خرجت لي 20 حبه. مهم بالنسبه للبنات الثمن بيع 110 درهم حتى ل 120 درهم للكيلو. فبالنسبه للكيلو فيه 22 حبه كتعطانا يعني 22 حبة بالميزان قيسهم كتعطانا. هنا بالنسبة لهاد الشكل هذا هو اللي انا كنت سبق لي وخدمته بالصابلي، فاذا بغيتو انكم تجربوه فكيكون يعني الثمن تاعو ارخص
من هذا. إن شاء الله يعجبكم الفيديو. إلى اللقاء في وصفة من وصفاتي حلويات فاطمة الزهراء.